ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير دايما. معاكم جو من قناه كرش بو. حبيب قلبي عم كوكو، حبيبي يا جو، حبيبي يا كوكو، وحشنا كالعاده. وفيديو النهارده فيديو متاخر جدا للاسف نظرا لظروف صحيه في البيت عندي. الفيديو ده بقى قصته ايه؟ لقيت من فتره قبل الظروف دي ما تيجي على طول، وقلنا هنصور انا وكيرو، ولكن حدث ما حدث، مطعم او حلواني جديد اسمه وزير الحلو فتح في وسط البلد. عارف فين في وسط البلد انت ولا؟ طلعت حرب. في طلعت حرب في وسط البلد. وبعديها بيومين قلت لكيرو انا عايز اعمل الفيديو ده بسرعه عشان الحاجه دي شكلها جامده قوي. وبعديها بيومين بالعدد نلاقي مطعم بلبن منزل نفس الحاجه. فانا اكتر واحد اضمن لكم ان اللي عامل الموضوع ده وزير الحلو، لان بعديها بيومين على طول لقيت بلبن اللي عامله. وطبعا كلكم عرفتوا ما هو الاختراع. قول لنا ايه هو يا عم كوكو؟ النهارده يا جماعه احنا معانا كشري حلو. ايوه، لاول مره وزير الحلو ومن بلبن. وزير الحلو الاصلي خدوا بالكم هو اللي عملها قبليه بيومين، شفتها قبليها بيومين. فنتمنى الاثنين يكونوا كويسين، وفي فرق في الاسعار واضح وصريح، وربما يكون في الكميات ما فيش فرق خالص. فانا مش عارف الموضوع هيمشي معانا ازاي. وزير الحلو اكبر كمان. اه ده وزير الحلو. هو بلاش نحرق الفيديو، عايزين ايه يا باشا الاول؟ عايزين 20,000 لايك في الفيديو في كل مكان. واللي لسه ما اشتركش في القناه بعد اذنك اشترك وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد عن كل مواليد، ونرجع لكم على طول. واوعى تروحوا اي حاجه. وها قد حضرت الاشياء. انا معايا بيه لبن، وانا معايا وزير الحلو. اه بص يا جماعه، جايبين الحاجات المشتركه، يعني دي الحاجات المشتركه ما بين بلبن ووزير الحلو، وهنخش بالاثنين المشتركين مع بعض في كل راوند او في كل جوله. ويا مسهل يا رب. هو انت ليه جايب الحاجات؟ انا اللي جايب دول. اما ده توصيل مرسول يا جماعه. اه ماشي، وانا اللي جايب دول، وده مرسول للاسف. نفس العلب يا جماعه تقريبا، بنفس الحجم. اه يا باشا، نفس العلب بنفس الحجم. لا نفس الحجم ازاي؟ دي تقول إيه دي يا بابا؟ ايه ده؟ يا ماما؟ ايه ده؟ ثانيه واحده، يا جدو، دي فعلا بتاعتك انت اكبر تقريبا. بص يا جماعه، بص يا جماعه، اعمل كده، اعمل كده. لا بس لا، نفس الحجم يا ابني. لا لا، نفس الحجم. اه لا لا مش عارف يعني ماشي. الحجم هيكون دي البلابن عندي يا نصاب. يا مسهل يا رب، هنظبط الحاجه ونرجع ندوق اول منتج مشترك ما بين وزير الحلو وعم بلبن. ونبتدي باول حاجه في الحرب العالميه الثالثه ما بين بلبن. وانت عندك مين؟ وزير الحلو طبعا. وضح ان بلبن هنا لما اتحطوا مع بعض ان بلبن فعلا العلبه اصغر زي ما كان كيرو بيقول الاول، واغلى. ما ده غريب. قول طيب اللي عندك. اول حاجة عندي انا كشري بالشوكولاتة او نوتيلا كما يطلقون عليه، ولكنها شوكولاتة عشان ملناش دعوة بالناس بتوع البتاع. النوتيلا دي عبارة عن ايه؟ طبقة شوكولاتة او تلحيسة شوكولاتة بالنسبة لنا. انا هو هشرح لكم بقى. بلبن، لحسة شوكولاتة، شوية جلاش، تحتهم شوية كريمة، تحتهم شوية كنافة، تحتهم رز بلبن. سعر هذه العلبة عندي أنا في رز بلبن ب 45 جنيه. قول لنا يا عم كوكو عندك إيه؟ أنا الجلاش عندي متسقسق مش ناشف زي اللي عند جو. أيوة. في مكسرات على الوش، شوكولاتة كتير، كريمة كتير، رز بلبن من تحت، وتقريبا برضو فيها كنافة. سعر العلبة الحلوة دي 30 جنيه. وعليها مكسرات. في أيوة. أنا شايف حبايتين لوز دول اللي ظاهرين قدامي، بس أيا كان هنا مفيش خالص وأغلى. تمام. نبتدي عم ولا نبتدي بالعمل الاصل؟ نبتدي بالعمل الاصل. نبتدي بالاصل. عم وزير الحلو اتفضل يا باشا. اوكي اتفضل. فانت ناحيه ولا ناحيه؟ يلا. طب نجرب نقلبها. ما انا مش عارف، ما انا حاسس كده. اه يعني نجرب نقلب. طيب هنقلبها سنه ونرجع لكم عشان التجربه تبقى مظبوطه. وبعد ما قلبنا جبنا معلقه فيها كل حاجه، ويلا بينا ندوق وزير الحلو. عايز اسمع رايك يا جو. بص، هو انا حاسس ان الموضوع هيبقى كله اللي جاب القلعه جنب البحر. يعني ده مبدئيا كده، انا حاسس اللي جاب القلعه جنب البحر. الموضوع معرفش، حاسس ان يعني مش محتاج يبقى ناشف كده. يعني نوع الشوكولاته للاسف هنا في وزير الحلو رديء، بس غرقانه. هي غرقانه يعني، هي منظرها يشهي قوي، بس حاسس ان الافتكاسه مش قد كده. بس شغال لما نشوف بقى. لسه عم بلبن قول لنا انت رايك ايه يا عم كوكو. طيب، هي لما اتقلبت المكونات دخلت في بعضيها بطريقه لذيذه، الكنافه متحمصه كده، بس الجلاش كمان زياده. الكنافه تحس ان ايه ده، هنا شكلها انشف كمان، فانا مش عارف انا هعمل ايه مع اللي جاي. اه كمل. انا واحد ما بحبش طبعا السكر كتير، بحب الحلويات بس ما بحبش السكر كتير. بحسك بتتريق. لا لا، بتكلم بجد. ايوه. فهنا الكنافه والجلاش سكرهم
لا السكر مظبوط بصراحة، لا السكر بالظبط مش اوفر دوز سكر، فمع الشوكولاتة والرز بلبن فالعملية مظبوطة. اي نعم ماشية شوية بس انا استسخطها يعني برضو ايه عجبتني مش اقولك لا. يا مسهل يا رب ماشي. ادي اول حاجة. طب هندي ارقام لكل حاجة ولا نستنى لما ندوق وندي مين فيهم اللي فايز على طول؟ ماشي نشوف مين فيهم اللي فايز. طيب هنقلب عم بلبن والتي هي علبة أصغر وأغلى في السعر، الأسعار عندكم تحت هنا 45 وهنا 30، هنقلبها ونرجع ندوق سوا. يلا بينا ندوق بلبن، بس شكل الموضوع هيبقى أنشف شويتين. يعني أنا بقول كان هنا ناشف، لا ده هنا ناشف قوي. يلا بينا. جلاش بالكريمة، لا جه معايا رز بلبن ولا جه معايا كنافة ولا جه معايا شوكولاتة. طب ايه ناخد معلقه تانية حتى لا نظلم. طيب انا اخدت معلقه اهي فيها المفروض رز بلبن كتير. يلا انا اسف يا وزير الحلم، انا اسف لك وربنا انا اسف ان انا قلت عليك ناشف، عشان دي لو ناشفه تبقى دي زي المستشفى. كنت لسه اهو. اه والله العظيم سامحني يا عم بلبن. خد بالك يا بلبن، انا المنتجين اللي فاتوا بتوعك عجبوني انا والراجل ده وصيطناكوا ببلاش لله، ولكن المره دي ما هو بص ما هو الحرام ما بيدومش يا صاحبي. بص دي منظرها متناغمه مع بعضيها وماسكه. بصوا دي بقى بعد التقليب حتى لا 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 ناشفه جدا جدا خالص. ومفيش طبعا شوكولاته خالص، ده هو كان ملحسها شوكولاته كده ايه لحس على الجلاش. فهو لا لا هتقول لي ده ولا ده، هقول لك الاثنين اساسا مش عاجبني انا كجو. الاختراع مش حلو بس بالظبط. لا غير الحلو يعتبر في حته تانية خالص من بلبن. الاصل برضو يا جماعه معلش هو اللي نزلها الاول، هو اللي عارف خطتها واختراعها هيمشي ازاي وازاي يخليها متناغمه، وعارف يعملها بسعر حلو. فلا قلبا واحدا او قولا واحدا انا اسف جدا. وزير الحلو وزير الحلو اول حاجه معانا، اول حاجه معانا وهنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم. ونخش بتاني حاجه معانا وهي من الحاجات اللي انا بحبها جدا، بالمانجا. نفس بقى المكونات كلها بالاضافه مانجا فوق. سعرها عندي انا مش عارف، وبعد النظر في الفاتوره سعرها 55 جنيه يعني زادت 10 جنيه. اه قول لنا عندك ايه يا عم كوكو. انا نفس المكونات بس هنا المنيو مكتوب فيه مانجا بس، بس لما الراجل بتاع مرسول راح قالوا له مانجا وموز. بس انا مش شايف الموز. بس ممكن دي تكون الكريمه، ممكن تكون الكريمه وعليها حاجه مسكره دي كريمه. يبقى دي المانجا ما فيهاش موز. دي ما فيهاش موز. طيب خلاص بس ما تبوظهاش بقى بعد اذنك لو سمحت. اتاكد. لا 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 فيها حته موز فعلا. فيها موز. طيب وفيها مكسرات مانجا وموز. وفيها مكسرات هنا في وزير الحلو، هنا برضو كالعاده في بلبن ما فيش الكلام ده. انت عندك بكام؟ سعرها مازال 30 جنيه. وانا كام؟ 55 جنيه. يعني كده نط 25 جنيه. داخل على الدبل والعلبه اصغر ومفيش مكسرات ولا موز. يمكن الطعم يكون احلى من المانجا بتفرق. في حد بيعرف يجيب مانجا حلوه وحد ما بيعرفش. انت قلب عندك يا باشا وانا قلب عندك. ونرجع ندوب. وبعد مرور ساعه جو خلص تقليب بلبن. ناشفه عندي هو عنده الدنيا زبادي خلاط. انا مالك؟ جامده يا جماعه. طيب. انا بقول ندوق. نمسح المعلقه بعد التقليب عشان انا قلبت بلبن. أيوة. عايزين ندوق بلبن الاول عشان نحلي بوزير الحلو ولا مؤاخذه. طيب شكرا يا سيدي. شكرا. انا واثق في منتجي. ماشي يا اخويا. يلا هي معلقه فيها كل حاجه. كوكو إيه؟ المعلقه دي فيها شعرايه. طيب هنفترض ان الشعرايه دي وقعت مننا احنا، هي شعرايه قصيره بصراحه. كنت بقى الشعر ده بس انا شعري اطول. لا 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 شعرايه خفيفه. ماشي هنعتبرها انها مننا احنا وربنا يسامحنا. اعديها اعديها. يلا بينا. ما حدش شعره كده فينا. انا شعري طول. يلا ندوق. ايوه بقى ايوه بقى ارحم 7-8 مرات عن اللي فاتت بصراحه، ولكن ما زالت الفكره. خليكم مقتنعين ان انا الفكره من الاول مش عجباني، بس هنا المانجا لذيذه ارحم من اللي قبليها بكتير بكتير. بس انا مش حاسس بالكريمه والرز بلبن الصراحه. انا حاسس بالمانجا والكنافه والجلاش. والكنافه هنا حسيت بالكنافه قوي اكتر من الجلاش. طب انا حسيت بالاثنين. انا حسيت بالكنافه فعلا اكتر، والمانجا هنا حلوه جدا. تعالى بقى ايه نحلي. نخش على وزير السعاده. نمسح المعلقه. اتفضل يا باشا عشان ما يخشش زيت في بعضيه. تمام كوكو خلص. انا اهو عشان ما حدش يبقى ليه حجه. يلا بينا. دي اللي هي تقريبا بنص الثمن. وهات حته. انت عندك الدنيا بصراحه سلام خطير قوي. بصراحه يعني الشهاده لله. انت عندك الدنيا. يلا نشوف. بصوا لا المنظر فارق هنا. الكريمه والرز بلبن اكتر بكتير. انا عايزك تتكلم. لا والله العظيم ده منتج
بتاع وزير الحلو ده منتج وده منتج تاني خالص، يعني حتى ما نقدرش نقول اصلي ومضروب، لا دي حاجه ودي حاجه. الكريمه والرز بلبن هنا اكتر بكتير، انا هنا لا بحس بكريمه ولا برز بلبن. ايوه والسعر الدبل. لا 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 يا بلبن لا، اخدت الفكره وضربت سعرها في اتنين وقللت الكواليتي والكميه بنص، اللي هو ايه يعني. لا لا انا اسف يا بلبن، انا اسف لك انت. اه اي نعم ما شاء الله شاطر جدا في الدعايه، ولكن هذا المنتج لا يستحق. وزير السعاده حتى الان يكتسح، ودعونا ناتي بما هو بعد كده. طبعا انت جامده مفيش كلام، يعني مفيش مقارنه. لو هندي مثلا رقم ان دي جامده قوي 10، دي انا بالنسبه لي هتبقى صفر عشان الاسعار كمان. هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم. وبعد مرور ربع ساعه تاني واستعنت بكيرو ان هو يقلب معايا، يعني هو خلص في دقيقتين وقعدنا بتاع 10 دقايق احنا الاثنين نقلب في بلبن. مفيش رز بلبن اصلا، مفيش لا بلبن، مفيش لا بلبن، مفيش رز بلبن ولا كريمه. بص يا جماعه متلحسه، بصوا الفرق. لا 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 انتوا ايوه وريهم الفرق كويس اهو. اعمل انت بقى وانا اعمل اهو اهو اهو. بصوا بعد التقليب انا الدنيا عندي هي هي، زي ما قلبت زي ما كاني ما قلبتش. هنا عندنا زي ما انتوا شايفين كده، ده عم اللوتس، مفيش صوص لوتس ولكن شويه لوتس مجروشين من بلبن، سعرهم 55 جنيه فوق. انا لسه الدنيا عندي 30 جنيه الصراحه، وصوص الحلقه 30 جنيه باذن الله، وصوص كمان مش شويه ماشي باذن الله. طيب اتفضل. احنا هندوق بلبن عشان نحلب وزير الحلو لمؤاخذه. اه الموضوع يعني فرق برضو، او يعني نفس تقريبا ضعف الثمن، والحجم اصغر، والرز بلبن ما اقل، والكريمه اقل، بس انا قفشت حته رز بلبن حلوه اهي، يا رب تبقى يعني معلقه سعيده. وفين اللوتس؟ المكونات بدات في البوق، ما حسيتش باللوتس خالص. الحمد لله ان خدت حته فيها رز بلبن كتير، فكانت ايه مش ناشفه قوي. هو هنا عذاب، هو بالنسبه لي انا المعلقه اللي خدتها رز بلبن بالكنافه بالجلاش، فين الافتكاسه بقى؟ انا مش عارف. لو في حد عزيز عليك هات له العلبه دي هينبسط. ايه ده بجد؟ يا بلبن. طب امال الناس اللي طالعه دي كلها واو ده تحفه ده جميل، ايه؟ حرام عليكم والله العظيم يا جماعه، يا جماعه يعني راعوا ربنا في الناس، لان حرام ان واحد يدفع في دي 55 جنيه. هيدعي عليك يا اللي بتقول حلوه، الا لو انت بقى كان حظك حلو واحنا اللي فقر في كل حاجه. ايوه دي اللي ام 30 جنيه بقى اللي بنص السعر تقريبا. اتفضل يا جماعه. يا سلام يا سلام. بص المعلقه هتطلع بالبص. يا سلام يلا. بس يا رب يبقى في طعم لوتس هنا، مفيش لوتس بجنيه، مفيش طعم لوتس خالص. يلا بينا. في حاجه غلط والله العظيم، في حاجه غلط. طعم اللوتس والقرفه قوي جدا جدا جدا، مكسرات. لا لا يا جماعه والله العظيم ده منتج وده منتج تاني خالص. والله انا تعبت من اكل الحلويات بس عجباني. لا انا دي انا عشان انتوا عارفين طبعا، الناس اللي قديمه معانا عارفين ان انا بحب اللوتس دي، انا اروح اجيبها مره واثنين وثلاثه حرفيا، وهميه وهميه ودايبه. وكيرو عارف خلاص ازاي يقلبها ويظبطها عشان يكيفني، مبسوط منها جدا. ودي والمانجا برضو عجبتني، هي الشوكولاته اللي في الاول اللي ما عجبتنيش، بس دلوقتي ابتديت اقتنع بالفكره. ما بيقول لك ايه اللي مش عارف كتر الضرب يعلم البكا، فانا ضربت هنا كتير ف بنبسط هنا قوي. مش محتاجه كلام، مش محتاجه كلام سيدي الرئيس. 10 من 10 صفر من 10 بعيدا عن الارقام طبعا. ده يكسب، يكسب وباكتساح كتير قوي اللي هو وزير الحلو طبعا. بلبن هو ما ياخدش افكار مش بتاعتك بعد اذنك. وزير الحلو ليه فروع بس انا صراحه مش عارف، احاول اجيبها واقولها لكم قبل ما الفيديو يخلص. طيب طبعا متفق تماما مع كيرو، وزير الحلو هو اللي يكسب لتالت مره على التوالي، وهنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم. واخر جوله معانا النهارده، ما لقيناش حاجه تانية مكرره، فجبنا المميز من هنا والمميز من هنا. انا جبت من عم بلبن ده بيستاشيو باللوتس، وطبعا عارفين تحتيه ايه، تحتيه الجلاش وتحتيه الكريمه. ما تقولش كريمه بعد اذنك، هو المفروض انت اللي هتقول الكريمة. مفيش كريمه. يبقى انا هقول جلاش وكنافه، مفيش لا كريمه ولا رز بلبن بيبقى عندنا، او نسبه قليله جدا. العلبه دي فيها اكتر واحده فيها رز بلبن بصراحه. مظبوط. سعرها 55 60 جنيه. 60 جنيه يا جماعه معلش.
يبقى انت اكيد عندك الميكس الجامد ده هيزيد. قول لنا ايه الميكس بتاعك يا باشا؟ المفروض يا جماعه انا جايب ميكس فواكه بس تقريبا خلصانه او حاجه كده، فبعده برضو مانجا وموز. انا كنت شايف فيه بيبقى فيه رمان وفراوله. طب الميكس فواكه ده كان بكام؟ 30 جنيه. انت يا ابني مصر تقهرني، انت مصر تتعبني. 30 جنيه والله. طيب وعندي جو 60 جنيه، يعني الدبل رسمي، وحجم العلبه اصغر وواضح جدا بالعين المجرده. تفضل يا باشا. تفضل. ما انا بصراحه انا ما مش مبسوط من بلبن النهارده خالص. لاول مره بلبن يفشل معانا الفشل الزريع ده. اه حقيقي. هل عشان ليه منافس؟ ما هو دايما ما بيبقاش فيه منافس. لا بس لا ده لا 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 هو يمكن ما لا. عشان اللي بيسرق بقى يا جماعه، انتوا عارفين اللي بيسرق بيروح النار ربنا ما بيكرموش. يلا مدودي، عجبتك الوعظه الطفوليه دي؟ فين اللوتس؟ فين البيستاشيو؟ الله ما حسيتش ولا بلوتس ولا بيستاشيو. بلبن بلبن. هو معلش لا هو دي اكتر طبق شفنا فيه رز بلبن بس مش تنبسط بقرش. انا ما اعرفش ده مش رز بلبن، ده خرطه مهلبيه حاجه ناشفه تحس ان فيها حاجه ساور كريم كده ولا معرفش حاجه. لا يعني حتى طعم الرز بلبن هنا صعب خالص خالص خالص. لا ما عجبنيش خالص طعم الرز بلبن كمان. ده اول مره احس بطعمه الصراحه في الاربعه. لا الحمد لله انا ما حسيتش برضه. الحمد لله. لا طعمه سيء خالص. انا عايزك لا تجربه. حاضر. دور وجربه صدقني. طب ادور اجيب استنى حته رز. دوق كده منظرها غريب قوي. تحس انها جيلاتينيه قوي كده. لا طعم الرز بلبن غريب. ايه ده؟ انا اول مره استطعمه النهارده في الحلقه من بتاع. لا طعمه غريب قوي. هو الطعم عادي ولكن الملمس بتاعه مش. انا عايز اعرف هو في ايه اللي هي اللي بتخلي الجيلي يتقل دي. هي نشا. هي نشا كتير. نشا كتير عشان ايه؟ ما يزودش رز ولا يزود لبن فيرمي لك نشا كتير فتحس ان الحاجه مجعلصه. هو ده. انا من اول الحلقه بدور على النشا دي. ده قفلني خالص. وعلى الرز بلبن برضه. انا بص معلش اروح احلي. طيب نخش بقى على بنص الثمن اللي هو ميكس فواكه فعم وزير يا لهوي. بصوا يا جماعه يعني اكنك فعلا بتاكل كشري هنا. الموضوع سهل. ده انا الطعم كمان مفكرني بالقنبله بتاع الكرنك وحته اللوز. ما بتيجي قدامي كتير دي. لا بيبقى فيه مكسرات كتير على فكره يا جماعه. والله العظيم انا اشوفه كنت قافش على الاختراع من اول الشوكولاته. والشوكولاته بالنسبه لي في وزير الحلو برده ما عجبتنيش خالص. ولكن كل حاجه بعد كده جت في وزير الحلو وهميه. انا تعبت من كتر الاكل والله ما قادر. طيب كوكو يخلص ونرجع. ما هي هو فيديو ما فيهوش تقييم خالص يعني. الفيديو واضح وصريح، القصه باينه قوي. هنا طعم الرز بلبن حلو حتى. طعم الرز بلبن موجود، طعم الجلاش موجود، طعم الكنافه موجود، طعم الكريمه موجود، طعم الفاكهه اللي محطوطه موجود او التوبينج ايا كان، طعم المكسرات موجود في كل معلقه بتاخدها رغم ان انا ما بشوفش غير حبايتين فوق بس واضح ان في كمان من جوه. حصل. علبه اكبر نص السعر. لا انا كده بعمل لك اعلان لله يا عم وزير الحلو. وانت ما ظنش انك محتاج ان حد يعمل لك اعلانات. انت برنس وعملت اختراع وانت اللي طلعت بيه فربنا يكرمك ان شاء الله بلبن. اول اختراع ليك يجي في القناه ما يعجبناش خالص بصراحه. القشطوطه عجبتنا، القشطوطه عجبتنا، حاجات كتيره من بلبن في الاختراعات عجبتنا. الكشري صبه صبه خرسانيه فاشل تماما. او يمكن الفرع اللي انا وقعت فيه انا الفرع بتاعي علشان ما اظلمش بقيه الفروع كلها. الفرع بتاع مصر الجديده شارع الاهرام. شارع الاهرام اللي قصاد سينما نورماندي. الموضوع لا يعني اللي هو انت المفروض تروح تقول له ايه ده يعني. انا بس عشان احنا خلاص بقى مش فاضيين وهي مقارنه فهو خد اللي فيه النصيب. انا قولا واحدا وقلب رجل واحد مع وزير الحيل حبيبي جو. حبيبي قول يا باشا. جو كان متمسك بلبن في الاول. انا عارف ان كل ما بيعمل حاجه صراحه بيبقى جميل. حتى انا قلت له بص بلبن ناحيتي وانا اللي هجيبه وانت هات وزير الحلو منه جنبك. لا لا ما مش هنقدر نقول في مقارنه. اختراع جميل وزير الحلو. وباذن الله نعمل لك فيديو لبقيه المنتجات اللي عندك. طبعا مستحق. عنده منتجات برضو كتير حلوه باذن الله نعمل لها فيديو. اكتبوا لنا في الكومنتات ولو حابين الموضوع ده علشان نتشجع ونعمله بالفعل. اوكي. وعايزين 20,000 لايك وشير الفيديو ده في كل مكان. واللي لسه ما اشتركش في القناه بعد اذنك اشترك او فعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد وتعرف ما كل هو جديد. رغم ان احنا متاخرين جدا بسبب الظروف اللي قلت لكم عليها عندي في البيت
وادعوا للناس اللي عندي بالشفاء بالله عليكم. امين يا رب. ونشوفكم بخير في فيديوهات جديده. وكان معكم جو كرش بوي وكيرو. سلام.